رحب بجميع المشاهدين. أطلقت الكاتبة والشاعرة جمانة حداد عمل مسرحي جديد بعنوان قفص، يسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية للمرأة في البلدان العربية. عن مسرحية قفص من رحب بضيفتنا جمانة حداد. أهلا وسهلا فيك معنا باليوم على الحرة جمانة. شكرا منى. مبروك. مرسي. كنت متوقعة هالأصداء الإيجابية؟ كنت متأملة، وانا من الناس اللي بيفكروا انه اذا بتنطري شيء وبتتامل شيء ممكن انه يتحقق. طب حلو كثير. جمانة هن خمس نساء موجودات اذا فينا نقول بقفص ابستري او يعني قفص، مش يعني قفص، هو بي 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 براسهم وبالمجتمع وخمس نساء قد ايه بيختصروا اذا فينا نقول مشاكل ومعاناه نساء وطننا اليوم؟ هلا طبعا طبعا كان ممكن يكونوا 100 امراه. نعم. لانه عندنا كثير حالات موجعه بلبنان وبالعالم العربي، ولكن أنا اخترت هودي الخمسة حتى أحكي عن هالخمس حالات، لأنه يمكن هي حالات شفتها عن قريب أو مستني أنا يعني، فاخترتهم. وحتى أنا بحب أقول هون أنه هني ما بيدعوا يمثلوا كل النساء يلي بحالتهم، يعني مثلاً تمثيل كل النساء المنقبات يعني، ولكن تمثل نفسها وهي حالة موجودة بالمجتمع، وهكذا دواليك بالنسبة للنساء البقى. طب خبرينا عن العمل، مين عم يشارك، مين شارك بهالعمل، مين أدى الأدوار؟ نعم. وطبعا الإخراج لينا أبيض. طبعا أنا محظوظة لأنه تولت المخرج الرائعة لينا أبيض الإخراج، وعنا مجموعة رائعة من الممثلات، هن رندا كعدي، دارين شمس الدين، ديما الأنصاري، وميرا صداوي، وعنا الممثل كمان مارسيل أبو شقرة. المنتجة هي نور معتوق، ومصمم الملابس شرب الفغالي، ونحن أكيب فعلا كتير نشيط، كتير محمس، كلهم أشخاص آمنوا بهالعمل، مش بس عم يشتغلوا فيه يعني. طيب. فجو كتير حلو بالكواليس. والتحديات، يعني تحديات نقل يعني قفص من كتاب إلى مسرحية. نعم. شو كانت أبرز هالتحديات؟ هيدا تحدي كان بالدرجة الأولى للينا أبيض. أيه. لأنه بتعرفي أنا كتبته كنص مسرحي، ولكن كنص مسرحي يقرأ، ولما ينتقل على الخشبة بده يكون في عنده غير معايير، وهي كانت قد وقدود يعني، قد هالتحدي وأكثر. واشتغلت شغل رائع أول شيء لتحديد المكان، لأنه أنا بالكتاب ما كنت حاطة مكان، كان المكان كمان هيك مجرد، فلقيت أنه أفضل مكان المكان يلي بيستسلموا فيه النساء بثقة أو بيحكوا فيه عن حميميتهم هو عند الطبيب النسائي. وكمان تقطيع المونولوجات، لأنه ما فيك تكوني عم تحكي على المسرح لوقت طويل، بده يكون في تفاعل بين الشخصيات. قطعت المونولوجات بشكل صار في تفاعل بين الممثلين. طب جمانة ليه ما مثلت بالمسرحية؟ كتير كنت حابة صراحة، عم تسأليني سؤال كتير كنت حابة، ولكن المشكلة هي أني أنا بسافر كتير، فخفت أنه يعني يا أما انحبس، اضطر أني كون بقفص، بقفص يصير المسرحية قفص بالنسبة لإلي، أو أني خيب لهم أملهم وأني خربط لهم يعني الشغل. ولكن العمل الجاي ناوية. رح نحكي عن العمل الجاي، بس هيك سريعا دور مين كنت أخذت إذا مثلت؟ أنا لو بدي مثل هون كنت أخذ دور المنقبة. طيب جمانة اليوم يعني طبعا رسالة حلوة كتير وصلتيها من خلال هالمسرحية، اليوم مين بيتحمل مسؤولية؟ إذا بدنا نحكي على صعيد منطقتنا وعلى صعيد لبنان، اليوم مين بيتحمل؟ ليه المرأة وصلت لهون؟ ليه اليوم واقع المرأة العربية بهذا الشكل؟ كتير جهات بيتحملوا المسؤولية، ولكن قبل ما نحط الأصابع على الآخرين يلي هن النظام البطريركي اللي نحن عايشين فيه، التطرف الديني يلي نحن عم نشهده، الأوضاع الاقتصادية الصعبة يلي ما بتسمح للمرأة أنها يعني تتعلم أو تشتغل أو يعني أنها تزدهر إذا بدك، عندك مسؤولية المرأة نفسها كمان. أنا بحب حمل المرأة مسؤولية، لأنه المسؤولية هي قوة، يعني مش أنه عم نلوم الضحية، لا، أنا بحس أنه كل امرأة حتى يمكن على صعيد ممارستها لأمومتها عندها دور كتير كبير فيها تمارسه لتقدر تربي جيل مختلف من الشباب ومن الصبايا، يعني بطل الرجل حاسس حاله انه هو الامبراطور يعني يلي بيقدر بحق له بكل شيء، ولا نربي البنات بشكل انه يحسوا حالهم اكسسوارات وهن موجودين لخدمه بقيه افراد العائله. هودي اشياء كتير مهمين من الصغر بينحفر فيكي، رؤيتك رؤيه معينه عن نفسك كتير بتاثر بعدين على تصرفاتك.
وبحمل المرأة المسؤولية، وكمان بحمل المرأة اللبنانية تحديدا مسؤولية بعض المسؤولية من دون ما نعمم، لأنه الانعطاق بده أنك تتحملي مسؤولية نفسك اقتصاديا. وكثير نساء بدهم يكونوا متحررات، ولكن بدهم بعد يطلبوا من بيهم أو من زوجهم أو من خيهم كل حاجاتهم. لا، بدنا نتعلم وبدنا نشتغل وبدنا نكون متحررات بالأول ماليا، طبعاً نقدر نقول إحنا متحررات بحياتنا. صحيح، أكيد 100%. جمانة، المسرحية لأمتين مستمرة؟ مسرحية بمترو المدينة بالحمراء، وإن شاء الله في قريباً مشاريع أنها تنتقل لبرات لبنان. مستمرة هلأ كل شهر أيلول وتشرين الأول، ولكن هلأ عنا كمان يعني لأنه عم تفول بسرعة، عم دغري عم يتعبوا المحلات، أنها نستمر فيها كمان بشهر تشرين الثاني. طب شو يعني شو أحلى أصداء سمعتيها؟ يعني اكيد من النساء عم بحكي تحديدا، وهون بدي اسالك اذا هي موجهه فقط للنساء، يعني عم ينبسطوا فيها للنساء او كمان الرجال عم ينبسطوا فيها؟ ابدا، انا ولا مره بكتب بس للنساء، بكتب للمراه والرجل، لانه التوعيه موجهه لاثنين او بحاجه لها اثنيناتهم، والمسرحيه ما فيها وعظ. يعني انا مش جاي اتفلسف على العالم، نحن مش جايين نقول للعالم هيك لازم تتصرفوا، رح يضحكوا كثير فيها، كثير ضحك فيها، كثير يعني طالعه مثل بلاك كوميدي المسرحيه، ولكن بنفس الوقت الرساله عم توصل بطريقه ذكيه، بطريقه سلسه لعند المشاهدين. احلى رياكشن شفتها الضحك تبع الناس، لانه الضحك حتى لما بمحلات بتوجع او اوقات صمت هيك بتحسي انه الشخص عنده صعوبه انه يتقبل هالشيء الهائل يلي موجود قدامه. فكتير كان حلو بالنسبه لي يكون مخبيه باخر صف المسرح واسمع الناس عم يضحكوا. بدنا نقول لك الف مبروك هالعمل، عم تفكري بالعمل الثاني هلا؟ أكيد ما بتوقفي انت، شو أكيد ممكن يكون العمل الثاني؟ كمان عم بشتغل على عمل مسرحي، وفي عمل مسرحي مقتبس من هكذا قتلت شهرزاد رح ينعرض بلوس انجلوس بامريكا بشهر اذار. وكمان محمسه كثير شوف شو عملت المخرجه والممثلين بالكتاب. نحن كمان نرجع نكون لنا كمان لنا لقاء اخر معك الكاتبه والشاعره جمانة حداد. شكرا لوجودك معنا، موفقه بكل خطوه بتقومي فيها. مشاهدينا بعد قليل في اولى محطات المنوعات سباق الافلام نحو شباك التذاكر ومنصه الاوسكار، مساران مختلفان، ابقوا معنا. You get three. Why only three?